إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري في لقاء خاص مع سي إن بي سي عربية، وعلى هامش فعاليات أيام أستانا المالية، أن السيولة في البورصة القطرية قفزت إلى حوالي 380 مليون ريال. وأشار المنصوري إلى أن المستثمرين العالميين يشكلون نسبة 9% في السوق القطري، ومسؤولين على 30% من التداولات اليومية في السوق. المراجعة للمؤشرات العالمية تمت في شهر 5 وشهر 6 الماضيين. السيولة في تحسن مستمر، وكما رأينا المتوسط السيول حاليا في بورصة قطر قفز إلى حوالي 380 مليون تقريبا يوميا، كلها على من الأسهم، بالإضافة طبعا ندرج كذلك السندات الحكومية. نتوقع تحسن أفضل للسيولة في السوق القطري، خصوصا أعلننا هناك في إجراءات جديدة حتكون مثل تجزئة الأسهم، كذلك أتوقع هناك إدراجات خلال هذا العام، يعني ما يقل عن إدراجين إن شاء الله، فكل هذه مشجعة ومحفزة للمستثمرين. ما هي نوعية المستثمرين التي يمكن أن نتوقعها حاليا في بورصة قطر؟ يعني هل تغيرت هذه النوعية من 2017-2018 تحمل لنا نوعية جديدة؟ هل الاستثمارات المؤسسية صارت أكبر من المؤسسة من الفردي؟ تجزئة الأسهم ما الذي يمكن أن تغيره؟ يعني هل هناك وعي لهذه الآلية حاليا في البورصة القطرية أم تنتظر بعض الوقت؟ احنا نتوقع نشاط اكبر للمستثمرين الافراد. كما تعرفين ان نوعين المستثمرين هم المؤسسات والافراد. تجزئه الاسهم مقصود بها الافراد اكثر، فنتوقع خلال الفتره القادمه نرى دخول كبير للافراد، خصوصا ان الاسهم التي يعني ارتفعت اسعارها ستكون في متناول ايديهم. كذلك تجزئه الاسهم هي مهمه حتى للمؤسسات الماليه الكبرى، لانها تخلق السهوله التي تاتي من الافراد. فهؤلاء اللي نتوقعهم خلال ان شاء الله الفتره القادمه. المستثمرين العالميين يمثلون 9% في السوق القطرية، ولكنهم مسؤولين عن حوالي 30% من التداولات اليومية، فهذا طبعا يدل على أن هناك اهتمام من الأسواق العالمية والمؤسسات العالمية في السوق القطري.